الله أكبر، رئيس برشلونة خوان لابورتا يصدم منتخب أسبانيا ويصفع الإعلام والاتحاد الأسباني ويعلنها رسميا. لامين يامال مغربي بنسبة 100% سيمثل المغرب خلال الفترة القادمة، لقد أخبرني بذلك. ولكن في البدايات وقبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أكد اليوم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن الموهبة لدى فريقه لامين يامال، اختار بشكل رسمي تمثيل المنتخب المغربي. وأكد خوان لابورتا رئيس برشلونة أن لامين يامال قد أبلغه بقراره النهائي، وأيضا أبلغ الاتحاد الأسباني بهذا الأمر. خوان لابورتا أشاد بلامين يامال وأكد أن المنتخب المغربي كسب موهبة عظيمة جدا سيصبح اللاعب الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات القليلة جدا 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 القادمة. كما أكد خوان لابورتا أنه لا صحة لما تم نشره في الصحف الأسبانية عن نية برشلونة الضغط على لامين يامال من أجل التراجع عن قراره والعودة مرة أخرى إلى أسبانيا، حيث أكد خوان لابورتا أن هذا الأمر يدعو للسخرية من الصحف الأسبانية. وأكد خوان لابورتا أن برشلونة احترم قرار لامين يامال بالتراجع عن تمثيل أسبانيا وتمثيل المنتخب المغربي. وأكد خوان لابورتا أنه يتمنى كل التوفيق للامين يامال رفقة الأسود في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار.